على ايامنا احنا الاجيال بتاعتنا كانت تقيله وجامده وفيها مواهب كتيره، كان لعيب بيلعب عنده 18 19 سنه بيلعب منتخب مصر كمان، مش بيلعب بس، بيلعب درجه اولى في النادي بتاعه بالذات. لو نادي كبير زي النادي الاهلي مثلا. يعني انا مثلا رحت النادي الاهلي وانا تحت 18 سنه، لعبت سنه تحت 18 سنه، تمام. السنه الثانيه كنت فريق اول، كنت بلعب في فرقه ال 18 سنه، وكنت بلعب مع فريق الامل اللي هو تحت 21 سنه. في نهايه السنه دي لعبت درجه اولى في وسط فرقه كانت كلها سنها صغير، وفرقه جامده جدا، وكل واحد بفرقه، الاسامي اللي كانت موجوده، الجيل اللي كان موجود ده. انت دلوقتي فين؟ منتخبنا في منتخب اولمبي مواليد 2001 وصل دوره الالعاب الاولمبياد. طيب احنا في البطوله اللي فاتت بطوله افريقيا، هل في لعيب من المنتخب الاولمبي كان واحد معه؟ بس واتصاب كوكا، بس كوكا كان متاخد، كان هيلعب كوكا اساسي؟ لا ما كانش هيلعب. فانت في الـ في الـ في الـ في الجزئيه اللي المشروع اللي هو كان بيتكلم عليه واللي بيضحك بيه علينا وعلى اتحاد الكوره وهم بيضحكوا معانا علينا مشروع ايه وفين اللعيبه؟ طيب انت مشروع دي يبقى انت نص المنتخب نلاقيه سنهم صغير. ايوه صح، احنا كنا اعلى معدل اعمار في المنتخبات يا كابتن، خلي بالك. طيب يبقى ده المشروع، ان انت بتطلع لعيبه صغيره هتستحملها سنتين او على 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 26 تبقى عملت منتخب تقريبا 60 او 70% منه جديد. طب انت ما عملتش كده، هو يكون ممكن ما عملش كده لحاجتين. ما التفسير ان هو ما عملش حاجتين، هو خايف انه يعمل هذا الكلام ويتحمل مسؤوليه الاولاد الصغيرين اللي هيطلعها. او الاحتمال الثاني ان هو مش لاقي حد كويس في الجيل اللي تحت اللي هو المنتخب الاولمبي يستحق ان هو يقدر امكانياته تخليه يقدر ان هو يلعب مع المنتخب الاول. دول الاحتمالين. وفي الحالتين دي تبقى حاجه صعبه. انا بقى بقول لك احنا عندنا الاجيال اللي فاتت 2001 منتخب الاولمبي، كان قبليه منتخب الشباب اللي هو 2003 اللي طلعنا من بطوله افريقيا اللي اتلعبت في مصر هنا هو على ملعبنا وما كسبناش ماتش برضه وخرجنا من الادوار الاولى. عندنا دلوقتي فرقه ال 2005. التلات اجيال دول احنا هنتعب جدا في المراحل اللي جايه، هنتعب جدا جدا. هنتفرج على الدوري، احنا مش هنتعب في حلقه، احنا هنتفرج على الدوري اللي متفرج عليه. الماتشات اللي احنا بنتفرج عليها دي ده اخرنا. يعني انا ساعات بسميها حصص العاب. حصص العاب بالظبط، الدوري بتاعنا حصص العاب. حصص العاب ليه؟ انت بتشوف في ايه؟ كم المنافسه في الدوري؟ انت عشان تقول عندك دوري قوي، انا عشان كمان في ناس بتطلع بتقول عندنا الدوري بتاعنا قوي وبتاع، انا بعذرهم عشان بيشتغلوا، يعني بيشتغلوا في المجال فلازم الدوري يبقى حلو والدوري يبقى قوي. انا عشان ما بشتغلش ومش في دماغي ان انا اشتغل في القصه دي، فانا بقول لك لا، الدوري بتاعنا يوم ما يبقى دوري قوي يبقى المنتخب بتاعنا ال 30 لعيب اللي بيتنقوا انت واخدهم مثلا من 8 9 انديه. مش من ناديين ثلاثه. بالظبط. انت المنتخب بتاعك اهلي زمالك بيراميدز محترفين. صح. لما تقول بقى عندي دوري قوي يبقى المنتخب بتاعك من 8 9 فرق. لما يكون المنافسه على الحصول على بطوله الدوري بين 6 7 فرق. انت الدوري معمول عشان المنافسه على الهبوط، انت بتلاقي 12 فرقه بتنافس على الهبوط. صح، دي حقيقه. والنادي الاهلي بيكسب الدوري من بدري، فالدوري مش قوي، الدوري ضعيف. الاحتراف عندنا كل حاجه بتقول ان في احتراف الا حاجه واحده، اداء اللعيبه الفني جوه الملعب. وده سببه ايه؟ عدم الاحتراف. سببه ان خلاص اللعيبه بره. انا طلعت توتنهام عملت معايشه، قعدت شهرين هناك. فين؟ في نادي توتنهام في انجلترا. لعيب الكوره هناك طبعا، لعيبه الكوره مليونيرات يعني، بس بمجرد ما بيركن العربيه قدام النادي وبيخش النادي نسي بقى العربيه والفيلا والحساب في البنك والفلوس وان انا لابس براندات لا بينسى كل الكلام. هو موظف. مدير فني بقى يقول له يمين شمال في تمرين، وبعدين بيروحوا من 8 الصبح يمشي 6 بالليل. كل يوم كده يروح 8 الصبح يفطر يقعد في النادي في تمرين يتمرن يخلص في كله في النادي. يخلص تمرين بتاع بعد الظهر الساعه 6 يروح. انما النقطه المهمه اللي انا بكلمك فيها ان بعربيه ايه والفيلا اللي جبتها ايه
والبيسين وحمام السباحة والبراند، لا بينسى كل كده. انت دخلت انت لعيب كرة اخلك. أيوة. لعيب كرة. صح. عشان كده لما برضو بسمع في برضو بعض ببرامج كتير يقول لك حسام حسن مسك المنتخب، طب وصلاح وعلاقته؟ صلاح اخره لعيب كرة، حسام حسن اخره مدير فني. يعني في تعليمات. أيوة. وفي واحد بيتلقاها وبينفذها. دي نقطة مهمة. بالاصول وبالاسلوب الكويس المحترم. مفهوم. ما بين المدير الفني وما بين اللاعب. ولكن يبقى المدير الفني في حته وكل اللعيبه في حته تانية. طيب. ده المدير الفني اللي عنده شخصيه. صح صح.